وإلى صورة المساء مع قصواء. كل أسبوع بيكون لنا وقفة مع حضراتكم في حلقتنا مع صورة، ودايما أقول لحضراتكم الصورة هي من وجهة نظري أفضل موثق واضح وصريح لأحداث تاريخية، أفضل حقيقة ممكن تشوفها مش هتلاقيها مكتوبة، هتلاقيها دايما في الصورة. الصورة هي اللي هتنقلك المشهد أو الواقع أو التاريخ كان شكله إيه. الصورة بتغير أحداث وبتغير سياسات، الصورة بتقيم ثورات، ممكن صورة تحرك ثورة وتحرك شوارع وتحرك ناس، وممكن صورة تكون سبب في تهدئة الرأي العام في مشهد، ممكن صورة تكون سبب في فضائح، ممكن صورة تغير حاجات كتيرة جدا في المجتمع. صورة واحدة بس ممكن تنقل المجتمع من حالة لحالة، عشان كده بنهتم بالصور وبحكايات الصور مع حضراتكم في المساء مع قصواء. النهاردة اخترنا لحضراتكم صورة من الصور اللي بتوثق لحظات دقيقة جدا من عمر الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا من عمر العالم في الوقت ده، لأن الصورة دي كان قبلها أحداث وتغير مجرى الأحداث بعدها لشيء آخر. خلينا نشوف مع حضراتكم الصورة التقطت بتاريخ 30 مارس 1981. هذه الصورة كانت للرئيس الأمريكي رونالد ريغان. الصورة دي التقطت زي ما شايفين حضراتكم، الرئيس الأمريكي رونالد ريغان 30 مارس 1981، خدت جائزة الصحافة الدولية سنة 1982 كأفضل صورة في هذا الوقت، خدت الجائزة الأولى للصحافة الدولية. طيب حكاية الصورة إيه؟ التقطها هنا المصور الأمريكي رون إدموند، وده كان بيشتغل لوكالة أسوشيتد بريس الأمريكية في الوقت ده، وطبعا خدت الجائزة الأولى زي ما قلت لحضراتكم. طيب الصورة دي ومعها مجموعة أخرى من الصور، لكن دي الصورة اللي خدت الجائزة باعتبار زاوية التقاط الصورة وزاوية توضيح كيفية الهروب أو محاولة إنقاذ الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في الوقت ده. قصة الصورة، كان الرئيس الأمريكي ريغان موجود في واحد من الفنادق بيلقي كلمة كده وبيلقي خطاب حماسي، وبعدين بعد خروجه من هذا الفندق، هو فندق طبعا هيلتون في الولايات المتحدة الأمريكية، قالوا أنه بعد الخروج من هذا الفندق وبعد إلقاء الخطاب في واشنطن وهو خارج كده، فجأة من الهواء كده جات له 6 رصاصات. حدث بقى هرج ومرج والناس تجري، وتم حماية الرئيس وغطوا الرئيس ونزلوا بالرئيس في الأرض وركبوا العربية وكل القصص دي، لكن كانت النتيجة أنه 6 رصاصات اللي تم إطلاقهم أصابت منهم واحدة الرئيس الأمريكي ريغان في الوقت ده، كمان أصابت مجموعة تانية كانت معاه، أنه كان طبعا ضابط الخدمة السرية تيم ماكارثي كان معاه، ضابط الشرطة توماس ديلهانتي، وأيضا السكرتير الصحفي البيت الأبيض جيمس برادي. الثلاثة دول أصيبوا معاه، والرئيس الأمريكي أصيب برصاصة في الرئة ودخلت الرئة، استقرت جوه، وبعدين نقل إلى المستشفى. قعد في المستشفى من هذا اليوم 30 مارس لحد 11 إبريل اللي بعده، يعني حوالي قعد 11 يوم في المستشفى لحد ما تعافى وخرج من المستشفى. قصة الصورة نفسها، المصور بيقول إنه رون إدموند بيقول أنا لما خرجت من يعني رايح بغطي الحدث ده مجهز نفسي ألتقط مجموعة، شوف هو رايح على إيه لقى إيه، مجهز نفسه ألتقط مجموعة من الصور للرئيس الأمريكي وهو بيعمل باي باي بيشاور للناس كده وخلاص وخارج ويركب عربيته، حط نفسه في وضع الاستعداد في نقطة كده كويسة يلتقط منها صور للرئيس الأمريكي، وجهز الكاميرا بتاعته وهو قاعد بدأ الهجوم على الرئيس الأمريكي. الهجوم ده بقى جه منين؟ من شخص اسمه جون هانكلي. هذا الشخص جون هانكلي كان عنده مرض نفسي وكان عنده خلل نفسي ومشاكل نفسية كبيرة جدا، وصلت هذا الشخص أنه أخذ مسدس وتوجه إلى المكان اللي موجود فيه أمام فندق هيلتون في واشنطن، عارف أن الرئيس الأمريكي هيخرج في الوقت ده. مجرد خروجه والناس ملفوفة أو موجودة عشان يعني تشاور وتحتفي بالرئيس، بدأ أطلق عليهم 6 رصاصات، واحدة منهم أصابت الرئيس وأصابت 3 موجودين، الباقي أصابوا 3 موجودين حواليه. هنا المصور بيقول أنا كانت مشكلتي بعد ما التقطت الصور دي، خدت مجموعة عظيمة جدا من الصور من وجهة نظري بتوثق خروج الرئيس والهروب به وإدخاله في السيارة المصفحة والخروج بالرئيس. المجموعة الصور دي أنا لما رجعت للوكالة بتاعتي والإدارة بتاعتي كنت خايف جدا يقولوا لي طيب أنت ليه ما صورتش الشخص المريض النفسي المجرم اللي اعتدى على الرئيس، بدل ما تصور المشهد ده بس كنت تصور المجرم وتصور اللحظات الأخرى من الجانب الآخر. وقال أنا ما كنتش جاهز، أنا كنت مجهز نفسي وكاميرتي أن أنا صور في الاتجاه ده، وجات الصدفة قدامي بالمشهد ده فتحركت عشان ألتقط هذه الصور بحرفية. قال المفاجأة أن هم احتفوا بيا جدا وقالوا لي
ان الصور دي صور عظيمه جدا وصور ممتازه جدا، ومش مهم خالص ان انت كنت تصور الطرف الاخر، كان المهم تصور الرئيس الامريكي وازاي بيتم حمايته وازاي تم الاعتداء عليه، وهم اعتبروها انه توثيق للحظه تاريخيه مهمه جدا من عمر الولايات المتحده الامريكيه، هي اللحظه الخاصه بالاعتداء على السلطه الاعلى التنفيذيه او الراس السلطه التنفيذيه في الولايات المتحده الامريكيه، الرئيس الامريكي ريغان. في الوقت ده اتنشرت الصور، اتكرم عنها كتير، وتغير يعني مكانه هذا المصور بشكل كبير جدا، خد جائزه الصحافه الدوليه في هذا العام زي ما قلت لحضراتكم. وبعدها حصل تغييرات كبيره جدا متعلقه بالسياسه الامريكيه نتيجه لهذا الحدث. الشيء الثاني انه هذا الشخص ما حكموش عليه بالاعدام لان هم لقوا انه مريض نفسي ومجنون، فضل في مصحه نفسيه من عام 1981 لحد سنه 2016 بعد ما بقى خلاص غير قادر على الحركه والحاجات دي بحكم حبس مدى الحياه، لحد ما خرج وانتقل للاقامه عند اقاربه. دي قصتنا النهارده، قصه فشل محاوله اغتيال الرئيس الامريكي ريغان.